الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. حلم خروج شيء من الفم في المنام علامة على اليقظة والانتباه في حياة صاحب الرؤية. رؤية شيء ما يخرج من الفم في المنام تكون إشارة على الحسد، ويجب على صاحب الرؤيا قراءة الرقية الشرعية والله أعلم. رؤية خروج شيء من الفم في المنام علامة على المرض والسحر الذي يصيب الشخص والله أعلم. إذا رأى الرجل أن هناك شيئا يخرج من فمه وكان مريض، علامة على التخلص من الأمراض وشفاء جسده والله أعلم. رؤية استفراغ الحشرات في المنام علامة على المكاسب المادية الكبيرة. إذا رأى الشخص أنه يستفرغ حشرات من الفم علامة على تخلصه من الحسد والمشاكل التي كانت في حياته. كما تعبر رؤية استفراغ الحشرات في المنام علامة على الفقر والاحتياج لصاحب الرؤيا والله أعلم. إذا كما ترمز رؤية الشخص أنه يقوم باستخراج الحشرات تكون إشارة على النكد والهم الذي يصيبه في حياته والله أعلى وأعلم. رؤية هجوم الحشرات على الفراش علامة على المشاكل الزوجية وخروج زوجة صاحب الرؤية عن طاعته والله أعلم. رؤية هجوم الحشرات على الشخص في المنام علامة على الأذى والمشاكل الكبيرة التي سوف يتعرض لها. إذا رأى الشخص أنه يمسك الحشرات التي تهاجمه علامة على وجود أشخاص سيئين في حياته سيتخلص منهم. رؤية هجوم الحشرات في المنام علامة على المشاكل والأحزان في الحياة. رؤية الحشرات الطائرة في المنام علامة على المشاكل التي يتعرض لها. إذا رأى الشخص أن هناك حشرات طائرة في المنام تكون إشارة على رفقاء السوء المحيطين حوله والله أعلى وأعلم. رؤية الحشرات الطائرة في المنام علامة على بعض الهموم والأحزان في حياة الشخص. رؤية الهروب من الحشرات الطائرة في المنام علامة على تخلصه من الأحزان وبعض الهموم في حياته. الحشرات الطائرة في المنام علامة على تخلص الشخص من أحزانه. إذا رأى الشخص الحشرات في المنام تكون إشارة على السمعة السيئة في حياته. رؤية الحشرات السوداء في المنام علامة على الهروب من شيء ما في الحياة. قتل الحشرات السوداء في المنام علامة على انتهاء المشاجرات والخلافات العائلية. إذا رأى الشخص أنه يوقع الحشرات السوداء علامة على الطيبة التي يتمتع بها. إذا رأى الشخص أنه يقوم بتنظيف بيته من الحشرات السوداء علامة على الحسد الذي يتخلص منه. رؤية مهاجمة الحشرات السوداء في المنام علامة على خلافات كبيرة ستحدث في أسرته والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.